اهلا بكم من جديد. خلاص خلصت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وكل جمهور طبعا بيشجع فريق معين. بدأت خلاص تقييمات الشكل، كل واحد بيقيم طبعا شكل فرقته في الموسم الجديد عشان يشوفوا هم جاهزين قد إيه لحصد الألقاب. عشان نتكلم عن كل البطولات الأوروبية اللي بدأت والصفقات، الدوري السعودي اللي مش عايزة تخلص زي ما أنا بقول، وهل أسطورتنا طبعا محمد صلاح ممكن ينتقل للدوري السعودي؟ هيكون دلوقتي منورنا محللنا المميز طبعا الأستاذ محمد علاء عبد اللطيف. يا أستاذ محمد أهلا بيك ومشرفنا ومنورنا في قناة نادي الزمالك. بنورك والله، ربنا يخليك. أستاذ محمد، في البداية بقى عايز أعرف تقييمك للجولة الأولى من الدوري الأقوى في العالم وهو الدوري الإنجليزي، وشفت النتائج في الجولة الأولى إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شفت نتائج ممكن تكون بالنسبه لي يعني مش اللي هي على قدر التوقعات، يعني دي لسه مش الدوري الانجليزي اللي احنا واخدين عليه. مباراه قمه الجوله تشيلسي وليفربول، انا كنت متوقع مباراه اقوى من كده شويه، كنت حاسس ان انا ممكن من فتره البري سيزون بتاعت ليفربول ان انا اشوف اداء اقوى شويه، اشوف ظهور اقوى شويه. طبعا الفريق ما كانش في افضل حاله، تشيلسي هو اللي يمكن فاجئني شويه، الفريق الاداء بتاعه كان فوق المتوقع. بوتشيتينو عمل مباراة كويسة بس برضو طبعا لسه ما شفناش الماتش القوي. المباراة اللي كانت نتيجتها فوق المتوقع بكتير كانت مباراة نيوكاسل واستون فيلا. يعني استون فيلا فريق كويس جدا، ونيوكاسل برضو فريق مفنش تالت يعني السنة اللي فاتت، بس حتة ان انا اكسب 5-1 يعني ده رقم مفاجأة كبيرة. ده رقم كبير. يعني انا قلت نيوكاسل هيكسب لان هو على ملعبه قوي جدا يعني، لكن ان هو يكسب 5 ده سكور كبير جدا، ومفروض يعني ان احنا كلنا متوقعين يوناي امري مع استون فيلا هيقدم شكل مفروض قوي السنه دي. فالبدايه 5-1 دي نتيجه تقيله شويه، هو ما حدش كان يتوقع حاجه زي كده. مباريات السيتي وارسنال يعني ما كانش فيه خلاف كبير قوي على نتائجهم، انا كنت متوقع ان ارسنال هيكسب السيتي هيكسب، بس ممكن مانشستر سيتي ما عجبنيش قوي يعني. الفريق لسه ناقصه بعد رحيل جندوجان لسه ناقصه لعيب برضو يأدي نفس الدور، يمكن عشان كده بيتكلموا عن لوكاس باكيتا لاعب ويست هام. الارسنال، لا ارسنال بعد الصفقات فريق شكله قوي، وشكل ان هو لسه هيزيد مستواه الفتره الجايه، هيزيد وهيبقى اشرس بشكل اكبر في الفتره الجايه. شايف بقى الميركاتو اللي حصل الموسم ده في الدوري الانجليزي والصفقات طبعا اللي انتدبتها بعض طبعا الانديه في الدوري الانجليزي، هل نقدر نقول دلوقتي ان في لعيب انت شفته او خدت بالك منه او لفت نظرك اثر مع الفريق في الجوله الاولى، ولا ممكن لسه بدري اللي احنا نحكم ان اللعيب ممكن ياثر هنا او هنا؟ هو لسه بدري شويه لان احنا برضو احنا لسه في بدايه الموسم، وبرضو فترات البري سيزون ما بتبقاش كافيه مع اول جوله او جولتين ان اللاعب يلحق يحدث فارق او يحدث تاثير. الدوري الانجليزي دوري صعب والمباريات بتكون فيه قويه جدا، وان انا كلاعب جديد في فريق ما عشان اقدر اعمل تاثير مع المجموعه وان انا اقدم مستواي اللي كنت بقدمه مع الفريق السابق، دي هتحتاج شويه وقت. ممكن يكون الجمهور في انجلترا او الجمهور على مستوى العالم عايز تاثير سريع عشان يطلق الاحكام اللحظيه بتاعته بالظبط، لكن الموضوع ما بيبقاش بالسهوله دي. طبعا اللاعب ممكن ياخد وقت، زي ما مثلا كاي هافرتز دلوقتي في ارسنال الجمهور مستعجل عليه، فين التاثير فين الاداء. ديكلان رايس نفس القصه، كوفازيتش في السيتي الناس مستنيه يقدم حاجه، نيكولاس جاكسون مع تشيلسي الناس برضو مستنيه، طب ها شكلك لعيب كويس بس عايزين نشوف اكتر. فالامور مش هتبدا تظهر دلوقتي، هتاخد لها جوله جولتين وهتبدا اللعيبه دي تنصهر اكتر مع منظومه كل مدرب، وتبدا بعد كده تنتج بشكل افضل. طب احنا ممكن نتوقع صفقه فريق عملها في الدوري الانجليزي ممكن يتالق الموسم ده؟ هل انت تتنبا كده باي لعيب سواء هافرتس او اي لعيب تاني انضم لاي فريق في الدوري الانجليزي تتوقع له ان هو يبقى ليه تاثير كبير مع فريقه في الموسم الحالي؟ هو ممكن طبعا، لان انا عندي لاعب زي ديكلان رايس، انا متوقع ان هو هيعمل ثنائيه قويه جدا مع توماس بارتي في ارسنال، وهيبقوا سبب في ان الفريق يزداد صلابه في مواجهه التحولات، في ان الفريق يكون اكثر صلابه دفاعيا، في فريق ان هو يكون قوي في استخلاص الكوره واستعادتها. لا اتوقع ديكلان رايس هيكون كويس جدا. طبعا الصفقه الاهم واللي حصلت موزيس كايسيدو طبعا لما يروح تشيلسي ويلعب جنب انزو فرنانديز، ده ثنائي متكامل. وشفنا ادن توماس بارتي بيرجع يلعب تاني مساك بالظبط في المباراه اللي فاتت، هل ممكن يفضل في نفس المركز؟ هو مش مساك، هو باك رايت، وباك رايت هو بتوظيف مركب بيتحول لمحور جنب ديكلان رايس، فهي مش ظهير ايمن بالمعنى الحرفي. احنا عارفين دلوقتي ان الانظمه التكتيكيه اتغيرت وما بقاش في ظهير صريح في اللعبه دلوقتي، ممكن الظهير يبقى محور زي ما بنشوف فتوح في الزمالك دلوقتي كده، هو برضو واخد حاجه شبه كده توظيف زي ده، فبارتي اعتقد ممكن يكمل في التوظيف ده.
نروح بقى للخبر اللي بيفرض نفسه اكيد من امبارح، وهو محمد صلاح. شايف محمد صلاح ممكن يعني ولا هو اكيد خبر غريب، بس شايف ممكن ينتقل للدوري السعودي وممكن نادي ليفربول يوافق على رحيله؟ اعتقد لا، ليفربول مش هيوافق لاسباب كتير. يعني اولها احنا فاضل اقل من اسبوعين على نهايه الميركاتو، وليفربول فريق مش هيلعب دوري ابطال اوروبا السنه دي. هو عنده طموح ان هو يرجع للتوب فور عشان يلحق يلعب دوري ابطال السنه اللي جايه، ويكون عنده طموح تنافسي على الدوري. لو انا تخليت عن اللاعب السوبر ستار بتاعي دلوقتي، هلحق اعوضه امتى؟ ومين الفريق اللي ممكن يديني لاعب سوبر ستار او مستواه على الاقل قريب من محمد صلاح عشان يبقى ريبليسمنت لمحمد صلاح عندي؟ وانا فاضل عندي اقل من اسبوعين، الفريق مش هيلحق يعوض، وانا كليفربول مش هلحق اعوض. ب 100 مليون يورو نادي باريس سان جيرمان، و160 مليون يورو كراتب سنوي طبعا لنيمار، يعني ضعف راتبه مع نادي باريس سان جيرمان. قول لي برضه، عايز اعرف تعليقك على الصفقه. دي دلوقتي هجره جماعيه، هجره جماعيه خلاص من اوروبا دلوقتي. يعني دلوقتي السعوديه عامله مشروع استثماري قوي، عايزين يجلبوا كل النجوم، عايزين يعني يبقى في نوع من انواع توجيه الاضواء عليهم، الكاميرات تبقى ناحيتهم، فده طبيعي. شايف في ناس يعني حاسه ان ده توجه؟ هو ده توجه طبعا. هو خلاص يعني انا بحاول اعمل يعني اللعيبه دي مش محتاجه فلوس. هو طبعا لما اعمل مشروع يعني ادي كل لاعب عقد باضعاف اضعاف راتبه في نادي الاصلي، اللي هو كحاجه كده زي مشروع تخرج، مشروع تقاعد، اللي هو خلاص انا بعمل لك راتب يعيشك ملك لباقي حياتك، لو عندك بيزنس بره للكوره ممكن تكبره وتعمله. معلش يا استاذ محمد، الكلام ده لو انت في اول مشوارك. دي حقيقه. بس انت يعني نيمار بقاله فوق 10 سنين في اوروبا. بالظبط. كريستيانو ذات نفسه يعني لعيبه، ساديو ماني، يعني ساديو ماني حد يتوقع ان هو من ليفربول لبايرن ميونخ وبعد كده؟ باحترامنا طبعا للدوري السعودي اكيد طبعا، بس يعني احنا كمشجعين انت مذهول مستغرب. بالظبط. ورغم كده برضو ال 10 مليون تحب تبقى 20، وال 20 تحب تبقى 100، طبعا طبعا، وال 100 تحب تبقى 500 وهكذا. طبعا طبعا. فهو اي لاعب في الدنيا لما يشوف نيمار راتبه كان 50 60 مليون في باريس مثلا، لما يبقى 180 لا اكيد طبعا هيفكر، ليه ما يبقاش معايا 180؟ ليه ما يبقاش معايا 300 وهكذا؟ طب انت شايف ان هو ممكن يندم على الكارد بعد كده؟ لا، هو انا مش شايف ان هو هيندم، لان هو نيمار اصلا يعني برغم بغض النظر عن جودته وموهبته الجباره، اصاباته كترت، يعني بيبقى فيه حاجات كتير بره الملعب، احيانا بيبقى مستواه متذبذب، باريس ما قدرتش تستفيد منه في اخر موسمين بالشكل الكافي، يعني تحس ان الكيرف بتاعه ابتدى ينزل، هو برضو محتاج فريش اير. المشروع في السعوديه انا شايفه مع جلب النجوم الكتير دول، يعني الكواليتي هناك مش واقع بالنسبه لاوروبا، الكواليتي هناك عالي، المنافسه هناك كويسه. هيروح هناك هيلاقي نفسه، هيلعب وهياخد فلوس كتير طبعا، فلا هو مش هيندم على القرار ده، هو عنده دلوقتي كمان 30 سنه او 31 سنه، فلا هو المشروع بالنسبه له عادي. ده تفكير اغلب اللاعبين البرازيليين برضه عموما، يعني هو مش هيواجه مشكله ده. شفنا برضه عثمان ديمبلي طبعا نجم برشلونه السابق بعد انتقاله لباريس سان جيرمان، شايف ممكن يعوض لحد ما غياب طبعا بقى ميسي ودلوقتي نيمار؟ هو طبعا لعيب مميز جدا، فاكيد باريس سان جيرمان هتبقى حاطه امال عليه الفتره اللي جايه. يعوض ميسي او نيمار على المستوى الفردي؟ لا، دي خلينا متفقين عليها. بس باريس سان جيرمان لاول مره من فتره معاهم كوتش ممتاز جدا اللي هو لويس انريكي، فلويس انريكي انا عندي يعني ثقه فيه ان هو بيقدر يعزز من انتاجيه اي لاعب. يعني ديمبلي مش هيكون بنفس انتاجيه ميسي او نيمار، لكن انا عشان معايا مدرب هيعمل لي سيستم كويس جدا في ارضيه الملعب، هيخلي كل لاعب يقدر يطلع بدل 100% 200%، فلا ديمبلي ممكن يقدم مستويات كبيره جدا على المستوى الجماعي والمستوى الفردي، لكن حته ميسي ونيمار دي هتبقى صعبه شويه. نروح بقى ريال مدريد وبرشلونه. نروح. عايز اسالك برضو، شايف من وجهه نظرك برشلونه ولا ريال مدريد انهي ميركاتو افضل بالنسبه للفريقين؟ ومين هيبقى الاقرب في المنافسه على لقب الليجا هذا الموسم؟ حته الاقرب على المنافسه للليجا دي هتحتاج ان لسه بدري نصبر شويه. لان السنه اللي فاتت برضو ريال مدريد بدا تقريبا الموسم بانتصار، وبرشلونه بدات الموسم بتعادل على ارضها. المره دي برضو احنا بادئين نفس القصه، فممكن نقول ان ريال مدريد هياخد الدوري في الاخر، بس ده هيبقى بدري قوي. فاحنا ممكن نصبر على حته مين الاقرب دي شويه لحد ما نشوف كل فريق هيقدر يقدم ايه، وخصوصا ان احنا قدما في اول جولتين مش كل الفرق بتبقى لسه قادره تلعب باسلوبها بشكل يعني في قوه ذهنيه وتركيز، لا لسه بنحتاج وقت على ما ندخل في فورمه الماتشات. كاميركاتو ريال مدريد يعتبر الافضل طبعا،
بغض النظر عن ان ريال مدريد لسه عنده نواقص، يعني كورتوا خلاص اتعوض بكيبا، طب انت لازم تعوض ميليتاو لان هو برضه اصيب برباط صليبي، انت كمان محتاج مهاجم، لازم مهاجم تسعه غير خوسيلو، مش كفايه. فريال مدريد لسه محتاج صفقات بالرغم من انه كميركاتو يعتبر افضل. هو كنت مع رحيل بنزيما دلوقتي لا، يعني كان ممكن يصبر سنه كمان لحد ما موضوع امبابي يخلص وبعد كده بنزيما يمشي بالظبط، لكن هو غالبا كان قرار بنزيما، بنزيما هو اللي كان قرر ان هو عايز يمشي وشايف ان دي عرض مش هيتعوض، عرض الاتحاد جده. فكان طبعا هو المشكله ان هو بنزيما مشي، انت ما عوضتوش في نفس الوقت بمبابي او ما جبتش مهاجم مكانه، كان قدامك هاري كين، طبعا هو رفضوا هاري كين وركزوا على مبابي، برضو ده حلم بيريز ان هو يجي من مبابي. فدي كانت المشكله، هو ناقص مهاجم. برشلونه لسه كميركاتو يعني شايف ان هم محتاجين جناح، محتاجين ظهير ايمن، ده مهم جدا، فالتفاصيل دي فارقه معاهم جدا. يعني هو طبعا رحيل ديمبلي لازم يتعوض، محتاجين ظهير ايمن، هو كان في كلام على كانسيلو لسه مش اكيد يعني، فالحاجات دي محتاجه تنتهي وبسرعه عشان خاطر برشلونه يقدر يكون منافس على الدوري السنه دي. عايز اقول لك برضه صفقه برمنجهام اللي كلفت خزينه ريال مدريد 103 مليون يورو، رايك برضه اكيد هيبقى ليه تاثير كبير في وسط ملعب ريال مدريد ان شاء الله الموسم ده؟ باكيد طبعا، جود بلينجهام من افضل المواهب على مستوى، ان شاء الله عشان انا مدريدي بس لا هو فعلا من افضل المواهب على مستوى العالم، وقدم مستويات كبيره جدا مع بروسيا دورتموند، وهو كمان يعني في مباراه اتلتيك بلباو الاخيره سجل هدف جميل وقدم مباراه قويه جدا. وحاليا يعني كارلو انشيلوتي حتى مش بيشركه لمجرد ان ده لعيب مرفوع فيه 103، كان افضل لعيب في الدوري المالي الموسم ده، لعيب ممتاز جدا وهيعمل تاثير كبير، يعني هيقدر يبقى في نوع من انواع الروتيشن، في عندي لوكا مودريتش بقى وعندي فالفيردي وعندي كمان اردو جولر لما يرجع من الاصابه، الحته اللي قدام دي هيبقى عندي فيها اكتر من لاعب خط الوسط الهجومي. فبلينجهام هيعمل شغل كويس قوي الفتره الجايه مع ريال مدريد. شفت برضو صفقه هاري كين من نادي توتنهام لنادي بايرن ميونخ، الصفقه اللي يعني اللي كانت ب 100 مليون يورو او 100 مليون استرليني، يعني كانت بعد عناء طبعا وبعد مفاوضات كبيره جدا بين الناديين، وشفت بقى خسارته لأهو اللقب طبعا وهو السوبر الالماني، اكيد كانت مفاجاه. كانت مفاجاه طبعا، لكن احنا برضو ممكن نكون بصينا على الموضوع كنتيجه، لكن لو بصينا على الموضوع تاكتكس، مارك روزا مدرب لايبزيج كان عامل مباراه جباره، تفوق على توخيل في كل التفاصيل، لاعبي لايبزيج عملوا مباراه ممتازه جدا، خصوصا دانيا اولمو اللي سجل اهداف لايبزيج كلها. فهي الناس بتاخدها بس لحته السوشيال ميديا، يعني ان هاري كين انت ما خدتش ولا بطوله في مسيرتك، اول ماتش ليك يعني مع هو ماشي من توتنهام عشان يروح ياخد بطولات، فكانت مفارقه عجيبه جدا ان يبقى اول ماتش ليه يخسر يعني من لايبزيج 3-0، مفاجاه كبيره جدا. الناس خدتها لحته ان انت وشك مش حلو والكلام ده يعني، لكن هي مش كده خالص. بايرن ميونخ فريق ممتاز عنده عناصر كتير مميزه، كل اللي ناقصهم مهاجم يقدر ان هو يستغل الفرص الكتير اللي بيخلقوها. هاري كين هياخد وقت طبعا عشان خاطر يتجاوب وينصهر مع البيئه الالمانيه لانها مختلفه طبعا عن بيئه انجلترا، مختلفه شويه كلغه، مختلفه شويه كريتم مباريات، مختلفه شويه كنوع ثنائيات والتحامات، الكلام ده كله بيختلف، التاكتكس بتختلف، هياخد وقت، لكن انا شايف ان الانتاجيه بتاعته جايه وهيحقق بطولات عادي جدا وهيعمل ارقام قويه كمان. وشايف ان هو ممكن يعوض نجمهم طبعا السابق اللي عمل تاريخ كبير معاهم ليفاندوفسكي، طبعا نجم برشلونه الحالي، وشايف بقى يعني ممكن يحقق ارقام يعدي بيها ليفاندوفسكي هذا الموسم مع بايرن ميونخ، سواء في الدوري في الكاس في تشامبيونز ليج. يعدي ليفاندوفسكي دي صعبه شويه، ممكن لسه بدري عليها، لان هو برده جاي من انجلترا، واللعيبه اللي تيجي من انجلترا بره تروح تلعب بره بلدها بتاخد وقت عشان خاطر ان هي تأدي مستوى افضل، لكن هو هيعمل مستوى كويس يعني الفتره الجايه، هيقدر هيقدم مستويات كويسه، هيبدا ياخد على ان هو يبقى فيه تجانس بينه وبين زمايله سانيه وجنابري وموزيالا، اللعيبه دي كلها تبقى كانت محتاجه في امس الحاجه المهاجم السنه اللي فاتت. بالظبط، دلوقتي عندهم المهاجم اللي يقدروا يعملوا معاه اللينك اب ويقدروا يوصلوا للمرمى كتير، يقدروا يسجلوا. كين مميز اصلا في حته ان هو يطلع الاجنحه في المساحه، ان هو ينزل يستلم ويفضي المساحه لزمايله، لا هيبقى فيه بلغه الكوره مهاجم حجام على المرمى بالظبط، جوه ال 18 بيبقى ليه تاثير كبير جدا بالظبط، جوه ال 18 له تاثير كبير، كمان خارج منطقه ال 18 بيبقى صانع العاب وبيحرك زمايله، فلا مهاجم هيبقى له تاثير كبير جدا مع بايرن ميونخ وهيقدم مستوى كويس معاهم السنه دي. طب عايز اسالك بقى، التشامبيونز ليج السنه دي ودوري الابطال لكل الناس بتستناه، شايف مين الفرق اللي ممكن توصل لابعد الادوار في التشامبيونز ليج، والصفقات اللي ممكن تاثر مع فرقها هذا الموسم في التشامبيونز ليج ان شاء الله؟ هو طبعا احنا عايزين نحجز المقاعد لكام فريق نكون متفقين عليهم ان هم هيوصلوا لابعد مسافه ممكنه، اولهم طبعا مانشستر سيتي اللي هو حامل اللقب،
يعني زي ما قلنا، بس هو ناقصه صفقه يجيبها عشان خاطر الفريق خلاص يبقى متكامل، اللي هو لوكاس باكيتا اللاعب اللي ياخد مكان جندوجان. فمانشستر سيتي انا هناخده معانا. ريال مدريد ده طبعا ضيف دائم لازم يكون موجود في الادوار البعيده. بايرن ميونخ بعد قدوم هاري كين اصبح منافس اشرس بكتير من الاول، فده لازم هيكون موجود معانا. في فريق ديفرنشال كده انا هاخده وهرشحه ان هو هيبقى حصان اسود للبطوله، بس مش هقول ان هو هيوصل بعيد لان دي هتبقى صعبه شويه، وهو نيوكاسل. نيوكاسل هيبقى فريق قوي جدا على ملعبه في دور الابطال، والفرق في دور الابطال هتفاجئ من قوه ملعب سانت جيمس بارك، وان اللعب على الملعب ده هيكون صعب جدا. نيوكاسل فريق حاد قوي بدنيا مع ايدي هاو، عملوا موسم جبار السنه اللي فاتت، بادئين الموسم ده بمباراه قويه قدام استون فيلا كسبانين 5. لا الناس لازم تخاف تعمل له الف حساب، زي ما نابولي السنه اللي فاتت كان عامل حمله واصل لحد الدور الثمانيه، ولولا بعض الحظ يعني كان ممكن يكمل سيمي فاينل ويوصل نهائي كمان قدام السيتي. نيوكاسل برضه هيبقى فريق هيعمل شغل كويس، ده الناس لازم تخاف منه. ولازم ما ننساش ريال مدريد. لا ده ريال مدريد هو ان احنا قلنا اكتر فريق حاصل على هذه البطوله. بالزبط. خرج الموسم اللي فات ده من يعني كان فريق مانشستر سيتي السنه اللي فاتت كان بالظبط. لا هو ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ دول المرشحين الاوائل. برضه عايزين ما ننساش ارسنال، ارسنال برضه هيكون ليهم ظهور قوي جدا السنه دي في دوري ابطال اوروبا بعد الموسم اللي قدموه السنه اللي فاتت وموسم الانتقالات القوي اللي عملوه. ارتيتا عامل شغل كويس قوي، والفريق بتاعه متطور تكتيكيا واللعيبه متطورين كمستوى، فلا هيظهروا بشكل مميز وممكن يوصلوا ادوار بعيده كمان. بمناسبه ارسنال، شايف المنافسه على الدوري الانجليزي الموسم الحالي هتبقى برضه ما بين الارسنال والمانشستر سيتي، ولا ممكن تشيلسي يدخل، ممكن ليفربول يرجع تاني، ولا المساله خلاص بقت محسومه؟ والمستويات طبعا مانشستر سيتي طبعا يعني احنا بنشوف في مبارياته، والارسنال ايضا زي ما شفنا الموسم اللي فات، ولا شايف ممكن يبقى فيه جديد بقى الموسم ده؟ هو الدوري الانجليزي بيبقى صعب التوقع شويه لان هو بيبقى فيه كيرفات كتير، وممكن فيه فرق ما بتقدرش تحافظ على مستواها تبقى كونسيستنت طول الموسم. لكن احنا عشان برضه نكون واقعيين، الفرقتين اللي هم نقدر نقول عليهم هيكونوا منافسين من دلوقتي هم مانشستر سيتي وارسنال. الفريق اللي ممكن يدخل معاهم ويكون فعلا يقدم مستوى كويس هو تشيلسي. معاهم طبعا في فرق بقى اللي هي ايه هتحاول تخبط كده وتحاول ان هي برضو تدخل التوب. مش عايزين ايضا ننسى اليونايتد. لا ما ده من ضمنهم اليونايتد، نيوكاسل. نيوكاسل ممكن، ليفربول يفوق الفتره اللي جايه نشوفه داخل معانا. على فكره توتنهام جابوا مدرب كويس جدا، معاهم لعيبه كويسه ظهروا بشكل كويس في المباريات بتاعه البري سيزون، يمكن ما توفقوش في اول جوله لكن هيظهروا بشكل كويس المباريات الجايه. فمش عايزين نستعجل يعني، ممكن السيتي وارسنال هيكونوا الاقرب للمنافسه لكن مش هيكونوا لوحدهم، هيقابلوا في اوقات كتير منافسين تانيين. يعني كابتن محمد طبعا استمتعنا بارائك النهارده، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يبقى لينا لقاء يتجدد مع حضرتك مره ثانيه، وشرفتنا ونورتنا في قناه نادي الزمالك، وان شاء الله نتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا، ربنا يعزك. شكرا. يعني مشاهدينا كده نكون خلصت حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، ان شاء الله نشوفكم بكره على الف خير، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.